اوكي، صرنا في القسم 11.3 وبدنا نحكي عن الداتا كونستراكتورز والتايب كونستراكتورز. اوكي، عم نشئ الداتا او القيم اللي ممكن تاخذها اي نوع داتا انا بعمله على كيفي. اوكي، من الاخر هيك. ف والانواع اللي بعمل على كيفي، تمام. فاذا في عندنا نوعين من المؤلفات بهاسكل، في عندنا تايب كونستراكتور المؤلف النوع، وفي عندنا مؤلف الداتا مؤلف البيانات تايب الداتا كونستراكتور. كلمه كونستراكت يعني ينشئ او يؤلف، تمام. هلا اكثر شيء كومبوز هي معناها يؤلف، بس هون كمان احنا عم نالف كمان، يعني نعمل شيء، تمام. طيب هلا فاذا التايب كونستراكتور بيكون هن مستعملين فقط على مستوى النوع، اوكي، على مستوى النوع وعلى وبداخل انواع يعني توقيع النوع تبعون الدوال، اوكي، او اعلانات النوع تبعون الدوال، اوكي، وبعدين كمان على التعريفات او الاعلانات عن شو اسمه مجموعات النوع على تايب كلاس، اوكي، وعلى اللحظات اللي طالعه او التوليدات اللي طالعه من هالتايب كلاس، تمام. بعدين الانواع بيكون ستاتيك ثابتين جامدين، اوكي، ويعني كيف بقول يعني بيتحدوا، يعني انت مثلا عندك بتحدوا وقت وقت التعمير تبع البرنامج، اوكي، وتحول الكود لبرنامج قبل التشغيل، تمام. فهو انه كمان هن مثلا لو كان عندك انواع يعني بيكون بوليمورفيك مجهول الهويه، اوكي، نوع متعدد الاشكال، يعني كمان تعمل نوع من التحديق، يعني زي اللي بيعمل شو اسمه بيحاول ينزل من نوع يعني متعدد الاشكال لنوع ثابت، اوكي، فهي بيعمل يسموه ريزولوشن، اوكي، تحديق هون او اخذ قرار يعني فيها، وبكون بيستقروا على نقطه يعني، اوكي، وقت انت وقت التعمير مش وقت التشغيل تبع البرنامج، ترى عشان هو بركز على كلمة انه وقت التعمير وقت الكمبايل تايم. هلا الداتا كونستراكتورز شو اسمه الداتا كونستراكتورز واللي فيه الداتا او منشئي الداتا او منشئي البيانات او القيم، سواء كنت تقوله منشئي القيم، بينشئوا القيم على مستوى المفردات، اوكي، والقيم اللي انت بتتعاطى وهاي القيم هي فيك تتعاطى فيهم تتفاعل معهم على وقت التشغيل، تمام. نحنا بنسميهم دول منشئات او مؤلفات، اوكي، لانه هن بيحددوا طريقه او بيعرفوا طريقه ل صناعه او بناء نوع او قيمه، تمام. هلا على الرغم انه كلمه constructor عاده مستخدمه لحتى توصف كل التايب constructors، كل منشئات الانواع وال منشئات القيم، نحن كمان فينا نعمل تفرقه بين الكونستانتس والكونستراكتورز، بين القيم الثابته والمنشئات، تمام. فاذا التايب والداتا كونستراكتورز اللي هن يعني منشئات النوع والقيمه، اوكي، اللي هن ما بياخذوا اي مدخلات بسموهم كونستانتس، يعني ارقام ثابته، يعني مثل 1 و2 و3 و4 هيك، عرفت كيف. هلا التايب والداتا كونستراكتورز اللي هن يعني منشئات النوع والقيم اللي هن بياخذوا مدخلات بنسميه هون الكونستراكتورز هناك، تمام. فاذا كمان كمثال، اوكي، هن الدات تايب اللي بيكونوا كونستانت، اوكي، مثلا نحكي عن الدات تايب البول يعني تبع الصح والخطا، مثلا بطلع فوق بنرجع، اوكي، هذا البول ما بياخذ غير قيم ثابته اللي هي فولس يا ترو، اوكي، وما بياخذ اي قيمه حد منهم يعني،
ما انه مثل الداتا تايب كونستراكتر تبع الليستة. اوكي ف وهو بالاخر نوع جامد متحجر اوكي اللي هو ما بيطل... ما بينتظر اي معلومات اضافيه بشكل مدخل حتى يكون يتحقق وجوده بالكامل اوكي كنوع. تمام، يتحقق وجوده بالكامل كنوع. فهي بتسرد او بتعدد او بتعمل تعداد لقيمتين اوكي اللي هن كمان جامدين، قيم جامدة ثابتة اوكي constant اللي هن كلمة true وكلمة false اوكي، لانه هن بياخدوا ولا اي قيمة اضافية، يعني حتى كلمة true حتى كلمة false ما بياخدوا اي قيمة اضافية اوكي، انه لانه هن اصلا ما بياخدوا اي قيمة اضافية بتعريفهم اوكي. هلا بينما نحن بننادي على الترو وعلى الفولس او نستدعي انه الترو والفولس في وبنسميهم كداتا كونستراكترز منشئات للقيم او للبيانات اوكي. الحقيقه لانه هن ما بياخذوا ولا قيمه، هن قيم بتكون اصلا يعني مؤسسة اوكي وبتكون مجهزة من الاساس اوكي، وما بتكون منشأة بأي معنى مفيد اوكي او اي معنى مفهوم. تمام، طيب او بأي طريقة مفهومة اوكي. ولكن مرات نحن بحاجة للمرونة في سماح لأنواع مختلفة أو كميات من الداتا حتى تكون مرتبة بأنواع الداتا تبعتنا أوكي. فلهاي فلهيك أوقات أوكي منشئات النوع ومنشئات الداتا أوكي ممكن تكون يعني نحط لها باراميتر، نحط لها إدخال اوكي، اثنيناتهم ممكن يكون لهم ادخال. تمام، فلهي فلما بيكون عندنا منشئ انواع او داتا بياخد ادخال هي فهي بتصير مثل كانها داله يعني على القليله بمنحى التفكير، منحى واحد من التفكير اوكي. هي لازم تكون مطبقة حتى تصير نوع جامد أو قيمة ثابتة، يعني لتتحول مثل واحد واثنين ثلاثة لازم يكون هذا الدالة تتطبق. فالأنواع الداتا التالية إنه بسموهن بالإنجليزي سودونيماس أوكي اوكي، هن بيكون اشكال سودونيماس اوكي. هيدي لازم اشوف شو معناها هذه الكلمه من لا هن بيكون سودونيماس من بس اشوف شو معنى سودونيماس ولا كمان في الترجمه. بتكون اسماء مستعاره، بتكون اسماء مستعاره اوكي. فالانواع التالية هن اسماء مستعاره اوكي انواع الحقيقيه، انواع الداتا الحقيقيه بلغه هاسكل. فنحن اعطيناهم اسماء مستعاره لانه نحن بدنا نركز على السنتاكس اوكي، على طريقه القواعد النحوية بالكتابة، مش على السيمانتكس، مش على المعاني لهلا. فإذا عندنا مثلا هون داتا تايب اسمه تريفيال،
فراح اعطاه بياخذ قيمه واحده هي تريفيال فتحه تريفيال برايم. مثلا هون عندنا داتا تايب هون بسميه منشئ نوع احادي يوناري تايب كونستراكتور احادي لانه بياخذ قيمه واحده اوكي. وهذا النوع عنده قيمه واحده اوكي اسمها قيمه احاديه الانشاء اوكي يوناري فالي كونستراكتور اوكي اللي هو بدخل القيمه اللي بتدخل يعني النوع اللي هون بياخده هو هون ونفس النوع اللي بياخده هون وهي قيمه لازم تكون من نفس النوع. كانك عم تطبق داله بس الى كيف بدي اقول الى ادخال بوليمورفيك مش مهم شو النوع اللي بيركب عليه بس هي الداله بتاخده اوكي. هلا عم بيحاول تحت بالارقام من 1-4 يعرف لنا شو معنى الكلام. فاذا بالرقم 1 هو مطرح كلمه تريفيال اوكي بكون اكيد عندنا تايب كونستراكتور اسمه تريفيال انا منشئ للنوع اسمه تريفيال يعني تريفيال يعني بديهي اوكي او ساذج اوكي او بسيط اوكي او سهل يعني حسب كيف بدك تطلع فيه. هني كلهم مع بعض هذول المعاني كلهم مع بعض هي تريفيال ساذج سهل و اوكي وبسيط اوكي. ف او شيء بلا قيمه يعني حتى كمان تريفيال مرات معناها شيء بلا قيمه يعني حسب موقع بالكلام. فاذا هون في عندنا تايب كونستراكتور اسمه منشئ نوع اسمه تريفيال مثل وهو معمول مثل قيمه ثابته اوكي بس على مستوى النوع اوكي هي ما بتاخذ ولا قيمه وهي بالتالي نلري اوكي يعني ما في شيء صفر خامل اوكي اوكي. فهدول الهاسكل يعني كيف بقول في الهاسكل ريبورت اللي هو بقول اللي هن هدول الناس يعني تقرير عن لغه هاسكل اوكي بسميهم هدول او اللي هن اصلا بيشتغلوا على انشاء لغه هاسكل اوكي يعني متابعتها زي فيك تعتبره هون هن المجمع تبعهم لغه هاسكل اوكي زي ما كيف في مجمع اللغه العربيه نفس الشيء. فمجمع لغه هاسكل بيعتبر انه هدول بسميهم تايب كونستانتس اوكي يعني ثوابت على النوع اوكي حتى تميزهم من التايب كونستراكتورز منشآت حتى تميزهم من منشآت النوع اللي هن بياخذوا قيم. فاذا الاشياء اللي ما بتاخذ قيمه بتسميها شو تايب كونستانت اوكي نوع ثابت النوع اوكي ثابت النوع اوكي. هلا كمان عندنا الداتا كونستراكتور هذا هون على رقم 2 مطرح تريفيال فتحه اوكي هي كمان داتا كونستراكتور واللي هي كمان مثل القيمه الثابته مثل 1 و2 و3 الارقام الثابته اوكي لكن هي بتتواجد في قيمه اوكي او في مفردة بتحطها كتعبير في الكود تمام او ك شو اسمه مجال وقت التشغيل اوكي. فهدول هن مش ثلاث اشياء مختلفه لكن ثلاث كلمات مختلفة ان اشتريت ثلاث كلمات ثلاث اشياء مختلفة اوكي هن نفس الشيء اوكي بس هن ثلاث كلمات مختلفة لنفس المكان او المجال اللي هي الانواع يعني بتشتغل حتى توصفهم اوكي. طيب هلا هلا هون في عنا اليوناري تايب كونستراكتور هذا رقم 3 اوكي هو تايب كونستراكتور بادخال واحد هي تمام هي بتكون شو اسمه منشئ لنوع بادخال واحد وهو هذا المنشئ
بيكون بينتظر ل شو اسمه ل شيء قيمة ثابتة من شيء نوع اوكي حتى يطبق عليها اوكي او عفوا بده يطبق عليه تايب كونستانت اوكي ثابت النوع بده يطبق عليه تايب كونستانت مثل ما حكينا انه بده يطبق عليها شيء مثل هدول تمام يكون تايب كونستانت هون تمام يعني نوع ما بياخد اي قيمة اضافية تمام بس هي ما عندها اي يعني بس هي ما عندها تصرف اللي بالطريقة اللي احنا نفكر فيها عن الدوال اوكي او مثل ما بكون عند الدوال اوكي لكن شو اسمه الدوال على مستوى النوع اوكي او هيك دوال بحكي عم بقول هيك دوال على مستوى النوع متواجده بس هن مش مغطيين بهيك كتاب تمام او بهذا الكتاب اذا انت بقول لك هو هون حاط اذا انت حابب تعرف اكثر في انك تتعلم عن هذا الموضوع في واحد على هذا الرابط اوكي حاطط عن هذا الموضوع اوكي هاي المقال تمام ان شاء الله كل الاشياء الاضافيه اللي عم بحكي عنها هذول لازم نغطيهم تمام اوكي هلا هون مثلا يونيت فاليو از كمان هذا اليونيت فاليو كون هون برام 4 اوكي هذا هو داتا كونستراكتور اكيد اوكي مع ادخال واحد اللي هو بينتظر انه يتعبى فيه اوكي ومره ثانيه هي ما بتتصرف ك فانكشن اوكي بالطريقه انه عمل بمعنى انه بتعبي او بتعمل عمليه حسابيه على الداتا هي مجرد مثل صندوق بتحط فيه قيم اوكي اسم للصندوق بتحط فيه قيم هيك بتصير اوكي كن حذر او انتبه مع فكره ال فكره الصندوق هاي اوكي هالمماثل هاي انها مثل صندوق كن حذر وانت عم تستعملها اوكي لانه هي لاحقا حتخدعك بعدين اوكي تغشك بعدين وحتخونك بعدين اوكي مش كل ال يعني الادخالات على النوع اوكي هن يعني على الكونستراكتورز هدول الارجيومنتس اللي بتركبهم هون الادخالات اللي مثل الاي هون او الاي لهون اوكي عندهم يعني قيم واضحة في منهم بتكون هيك زي بسموهم فانتوم يعني بيكونوا شبح هي قيم شبح يعني تمام لا بعرف شو بوصلوا هون فيها هاي لاحقا نفهمها اوكي عم نشوف اشياء كتير غريبة بهاسكل هاي ما بنشوفها ولا بأي لغة بحياتنا يعني تمام كل واحدة من هالانواع هن يعني فقط بيعملوا تعداد لقيمة واحدة من الداتا تمام بينما تريفيا هي تريفيا هيك فتحة هي فقط القيمة الوحيدة الممكنة لما تستعمل النوع تريفيا اوكي وبعدين عندنا اليوناري فاليو كونستراكتور اوكي يعني القيمة الوحيدة اوكي يعني هاي الداتا تايب او هاي الداتا كونستراكتور هون عندنا هاي اوكي ممكن تظهر ك
قيم يعني قيم هيك مثل الواحد واثنين وثلاثة على وقت التشغيل، اوكي حسب شو النوع تبع الاي اللي هو مطبق عليه، اوكي حسب شو النوع اللي داخل قدام الاي هون. تمام، يعني ممكن تطلع لك انت تكتب لك كيونريك كون فاليو حد القيمة اللازمة، اوكي وبكفي يعني ما ضروري تطلعها من بين تطلع القيمة اللي هي جوا برا. اوكي بعدين رجوعا للستة او نوع الليستة، اوكي على مستوى النوع، اوكي انت في ممكن يكون عندك هدول ك كداتا كونستركتور، اوكي او كقيمة من القيم بحيث انه الاي هو متغير، اوكي يكون كذا نوع اي نوع بدك اياه. هلا على مستوى الادخالات، اوكي بالكود تبعك هذا راح يكون يطبق الى شيء نوع معين من القيم، اوكي وبالتالي وبعدين تصبح مثلا بين قوسين char بين قوسين integer او لستة من شو ما كان انت ببالك من انواع الجامدة، وطبعا بشكل واضح مجموعة من القيم من ال الستات المحتملة، اوكي بتكون عن جد كبيرة يعني شو بتكون. تمام، فهذا هو حصتنا ال 11.3. نشكر متابعتكم شباب، والسلام. سلام.